السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمارة الشمالية، كان في دكتور فاضل كده بيشرح لنا حاجة في العمارة، وأثناء ما هو بيشرح لنا هو كان بيشرح بالأسلوب الحديث، يعني بيدينا كتاب مثلا أجزاء من كتاب ويقول لنا ذاكروه وتعالوا بقى اشرحوه. فوقعت كلمة كده اسمها العمارة الشمولية. فالعمارة الشمولية ايه؟ العمارة الشمولية دي تمام، يعني أنا عرفتها بسبب إن أنا كنت قاري مثلا رواية 1984، العالم رائع جديد، بعض روايات احمد خالد توفيق. العماره الشموليه نوع من انواع او جزء من الحكم الشمولي. الحكم الشمولي اسوأ من الحكم الديكتاتوري، يعني شوف الحكم الديكتاتوري وحش، لا ده اسوأ منه. هو شايف ان يعني ايه don't listen to anyone except me. تمام، العماره الشموليه دي مميزاتها انها بيبني حاجه، مدينه ضخمه، حتى لو هو مش محتاج بس هو عايز يوري الناس العظمه بتاعته، حتى لو دي مش بتحل مشاكل الشعب، بيغور الشعب، المهم هو بيعمل حاجه تخلد اسمه، حاجه تخشها تحس ان انت ولا حاجه. اللي بدا العماره، طبعا العماره الشماليه دي ممكن ترجع للعصر الروماني وحاجات زي كده، بس هي الاسم والصفه والحاجات دي كلها كانت موجوده اكتر مع انتشار الفاشيه في ايطاليا، ومع انتشار الفكر النازي في المانيا، ومع الفكر ستالين في روسيا. التلاته دول هم اساس العماره الشموليه، لان هم عاملين مدينه جديده باسمهم تمام، وحاجه ضخمه، بحيث ان المواطن يحس ان هو حقير، ان هو ايه الحاجات الضخمه دي، ومش بتحل مشاكل البلد بهدف رئيسي، هو عايز يخلد اسمه. ويمكن برضو اللي عمل برضو في رومانيا وكان سبب هلاك الحاكم ساعتها تشويسكو، كان قال لك انا هعمل برلمان بس ما قالش طبعا للشعب، وطن رخام وحط ميزانيه الدوله كلها فيه، الشعب ما بقاش عارف ياكل، وهو ده مصر ان هو يعمل حاجه لما يستضيف الناس يبهرهم، يقولوا ايه العظمه اللي انت فيها دي، ده ولا شاهن شاف في ايران، ملك الملوك في ايران، كان عامل حفلة ضخمة جدا وكده. فهي الفكرة كلها الأولوية ايه؟ هل الأولوية ان انا ما سيبش حد بينام تحت الرصيف، وما سيبش حد عاطل، وما سيبش، بس المشاريع اللي هي بتهتم بالناس الفقراء مش بتسمع. انا عايز حاجة تسمع، عايز الناس تقول ده بني اطول عمارة، ده بني اضخم عمارة، ده بني، ده عامل اطول علم، ده يا عم في اولويات، يعمل، ما تخليش حد جعان وبعد كده اعمل انت عايزه. يعني انت عايزين، لا احنا عايزين نعمل مثلا ايه، حاجه تراقب الفضاء، يا عم ماشي انت الفضاء علم حلو بتاع، بس شوف الناس اللي مش لاقيه تاكل، شوف الناس اللي بدل ما كانت بتدفع الزكاه بقت تروح تطلب هي الزكاه. في اولويات. فالعماره الشموليه دي عماره بتهلك الدوله. ليه؟ لان احنا عايزين نبهر الشعوب التانيه ونقول لهم ان احنا احسن منكم، وان احنا بنعمل حاجات ما حدش يقدر يعملها. طب والشعب؟ مش مهم الشعب، الشعب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الشعب ايه؟